مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. بين صناعة المحتوى ودبي علاقة متينة، مدينة علاقة متينة في دبي التي يقصدها الناس من كل مكان تتحدث عن نفسها بنفسها. صحيح عبد الله، لكن تفاصيلها الجميلة أكيد كثيرة ومتنوعة وتزداد كل يوم كما وسحرا، وهنا يأتي دور صناع المحتوى لينقلوا لنا طبعا الزوايا الجميلة اللي موجودة في هذه المدينة. واليوم أحد هؤلاء صناع المحتوى المغامر السياحي كذلك يعني سعدين أن يكون معنا في آخر يوم من السنة مع استقبال العام الجديد خالد العوضي. صباح الخير يا خالد. صباح النور، كيف الحال؟ الحمد لله بخير الله يسعدكم، شكرا على الاستضافة الجميلة. والله سعيدين أنك تكون ويانا. وكيف تودع العام وتستقبل الجديد؟ وأنا مثل ما تعرفون مغامر، فأنا بعيد عن المدينة، فأحب دائما أنتقل للبر وهناك ويجمع ربعي ونشوي وكل شيء ونشوف الألعاب النارية من بعيد. والله وايدين ياخذون هذا القرار عبد الله، يعني يحبون يكونون يطالعون المنظر الساحر من بعيد. هني انت تكسب 32 منظر من مكان واحد لانك تشوف المدينه، يعني سكاي لاين لاين مثل ما يقولون او فيو، فهني تكسب المنظر بشكل اجمل. صح، ونفس الوقت تاكل تشوي وكل شيء. احلى من شيء ولا نوان. انزين خالد، لو تخبرنا شو الاشياء اللي تستخدمها في نقل طبعا الاحداث اللي تصير في دبي وفي الدوله، احداث كبيره وعالميه، شو الاشياء اللي تستخدمها في نقل هذه الاحداث للجمهور؟ دائما احاول الفكره تكون بسيطه. نعم. ما احب وايد ادقق وهالسوالف، فيوم في حدث كبير اسير انا اشوف اول شيء قبل ما نكتب سكريبت، ونفس الوقت انا شوي طريقتي غير في التصوير، فيوم اصور هناك انا اكتب السكريبت. الحين مثلا صورت هنا فبالي انا هنا الحين بكتب السكريبت. وفيديوهاتي كلها بال360، ودائما تصويري بيختلف عن كل حد، واحب دائما ابدع في الشيء اللي اسويه، فحاول اراوي دبي بطريقه مختلفه، بطريقه او زاويه مختلفه في التصوير وغيره من فعلا هذا اللي تميزت فيه خالد، ان كل الفيديوهات اللي سويتها بتقنيه 360 التصوير بال360 طبعا اللي تاخذ الشكل بكل الزوايا. كل الزوايا. ليش اخذت هذا القرار وكيف بديته؟ اخذت هالقرار لان بشكل عام ما احب الكاميرا الكبيره. الشيء الاول. الشيء الثاني، الكاميرا 360 مثلا الحين اصور نفسي فما احتاج اصور هني عقب هناك، خلاص بالمره احول الكاميرا لهناك. فاذا استخدم الكاميرا العاديه اصور نفسي عقب ستوب. عندي مرونه في التصوير، سهوله في التصوير، اني اخذ راحتي في التصوير، اخذ يمين اخذ يسار، زوايا مختلفه. فهالشيء يعني وما حد كان يستخدم هالكاميرا من قبل، فهالشيء جديد يعني. فعلا فعلا انت تاخذ المحيط كامل، بعدين يوم تصير تمدج على راحتك انه انت ماخذ كل اللقطات. طيب ما حاتيه اي. طيب منطقه برج بارك وبرج خليفه يوم تنظم الفعاليات الكبيره تكون بشكل مختلف. الحين انت زرت هذه المنطقه، خبرنا عن زيارتك وعن الاحتفاليات اللي تصير هنا. البارحه كنت هناك ما شاء الله، شفت التجهيزات يعني شيء كبير. فيها المنطقة فيها مطاعم، فيها كاياك، فيها الفونتين ووك، ففي فعاليات يعني مو بنفس قبل انه بس تصير طالع. الحين مثلا في وايد فعاليات تستوي ومسوين مثلا مطاعم الفود تراكس، فهالشيء يعني يجذب الزار اذا حد يباي هناك، مو بس انه بس يوقف ساعات يتريل الالعاب النارية، فيروم مثلا يلعب ياكل. فهالتغيير كان شيء وايد جميل اللي شفته هناك البارحة، والاجواء الاجانب كل حد يعني العالم كلها كانت هناك، العالم كله في دبي. وانت سويت لنا تقرير صح؟ صحيح. وايد حلو بالتقنيه اللي انت متعود تصور فيها، ونحن الحين بنشوفها ويا المشاهدين. نصير وياكم مشاهدينا نشوف وياكم تقرير خالد العوضي صانع المحتوى المحترف والمتميز بكل ما طبعا يصنعه من فيديوهات، ونشوف واحده من الفيديوهات اللي سواها.
هذا مجرد نموذج أو مجرد لقطات اللي طبعا أنت أخذتها بالأمس لموقع الحدث اللي بنترقبه إن شاء الله اليوم المساء، وبيكون ممتلئ بالناس اللي واقفين وينتظرون الألعاب النارية. هل ستتواجد هناك في المساء إن شاء الله؟ أنا لا، بصير الصوب الثاني، بصير البرق، بصير البرق. بس اتوقع انه بيكون بعد التصوير رهيب لدرجه 360 360 يعني في الساحل برج خليفه 360 شيء جبار. صح، هاي فكره يعني احنا نحب نعطيهم اياها، ولكن هي كاميرا خاصه تعطيك هذه الميزه. صح صحيح، جميل جدا. نعم خالد، لو تخبرني عن الاشياء او اهدافك اللي تحققت في عام 2023 وشو تطلعاتك للسنه الجايه؟ الحمد لله، من جزء من اهدافي انا قدام احب اتمنى حد يقول لي خالد مثلا ودنا ما كانوا شيء. فالحمد لله هاي السنه بديت ويا ربعي، السنه الجايه ابا مثلا يكون عندي جروب خاص، مثلا جروب من 20 شخص، دائما كل اسبوع وكل ويكند نسير نستكشف اماكن في دبي او مثلا برا دبي. فهدف من اهدافي ان اهم شيء هذا انه يكون عندي كوميونيتي في المستقبل، كوميونيتي اكسبلور مثلا ولد خالد اللي حسابي، انه دائما يكون الجروب موجود نستكشف اماكن جديده. نعم جميل، يعني طموحك ان شاء الله انك تركز اكثر على المحتوى اللي تصنعه وتبني لك مكان وتسوي لك فريق خاص. نعم. برايك شو هي مميزات هذا الفريق اللي بيكون لخالد العوضي؟ من مميزات الفريق ان كلهم ما يكونون عندهم لا فوبيا ولا شيء. لازم كلهم يحبون المغامره. يدشون المغامره، نخيم يومين، نسافر، يعني ابا الفريق، يعني ما ابا فريق انه يجون نص الدرب يردون. ما ابا، مع السلامه. شو اصعب او اجمل مغامره مرت عليكم في 2023؟ 2023 كانت في الهند. يوم سرنا الهند ما حصلنا وايد مثلا خدمات او مثلا مطاعم، فكنا ناكل في الشوارع. فمرت علينا ايام انا يوم مرضت، مره ربعي مرضوا، فشيء بس تحصل يعني عادي، وهي مره مرتين وخلاص. نعم زين خالد، لو تخبرني اكثر، ممكن في المستقبل او في العام الجديد تستخدم تقنيه ثانيه او خلينا نقول اسلوب ثاني في التصوير؟ انا بديت بالتصوير التقليدي اللي هي الكاميرا والتليفون، انتقد ل 360، إذا في المستقبل نزلوا شيء جديد غير 360 وشفته واو، هي ليش لا يعني؟ زين الحين نحن شاهدنا من خلال الفيديوهات اللي التقرير اللي عرضته، أنت ما تكلمت فيه أو ما طلعت وجهك فيه، ممكن بعد تطلع تتكلم تعطي بريف عن الموضوع؟ إيه أكيد إن شاء الله، أنا أصلاً فيديوهاتي في انستغرام محتواي دائماً فيه كلام. إيه. فإن شاء الله دائماً أحاول إذا أسوي شيء أحاول أبدع فيه، فما أحب بس أصور بس شيء وهذا. فإن شاء الله يعني دائما أكون مبدع في الشيء اللي أسويه، وهذا مطلوب يعني. نعم صح. وايد حلو خالد أنك أنت متابع لكل ما هو جديد، متابع للتقنيات اللي موجودة في التصوير. اللي تابع حسابك بيعرف يعني بالتحديد ما هو المميز في عالم التصوير، ونتمنى لك دائما كل التوفيق في صناعة المحتويات الجميلة لمدينة دبي ودولة الإمارات ولأي مكان أنت تسير له. نتمنى لك كل التوفيق وكل عام وانت بألف خير يا خالد. بخير، شكرا، ما قصرت. موفق يا رب. آمين أجمعين.